دايما روح الفانيلا الحمراء ليها والكلمه دي دايما بتزعل ناس كتير او مش بتزعل ناس كتير، يقول لك يا عم هو ايه روح الفانيلا الحمراء اللي انتوا بتتكلموا عليها دي؟ هو ما فيش غير روح الفانيلا الحمراء اللي بتتكلموا عليها دي؟ اه احنا دايما متعودين على كده، وللاسف الناس اللي ما لبستش، او مش للاسف هو يعني الظروف بتبقى كده، ان الناس اللي ما شافتش او ما لبستش تيشيرت النادي الاهلي ما تعرفش يعني ايه روح الفانيلا الحمراء، ما تعرفش ان الفانيلا دي والجمهور اللي ده بيبقى دايما في المدرجات او حتى الجمهور اللي قاعد بيتفرج على التلفزيون بيبقى، احنا عندنا 70 80 مليون اهلاوي بيشجعوا النادي الاهلي، 70 مليون 70 80 مليون دول بيبقوا روحهم في الفانيلا الحمراء، وبالتالي روح الفانيلا الحمراء دي بتبقى واخده 70 80 مليون، اللعيب اللي بيبقى لابس الفانيلا الحمراء بيبقى عارف معنى هذه الفانيلا ومعنى المجهود اللي لازم يبذله عشان يكسب المباريات اللي بيلعبها، مش بتكلم على مباراه اليوم ولكن انا بتكلم بشكل عام ان روح الفانيلا الحمراء دي هنفضل نتكلم في هذا الموضوع وهنفضل نقول هذا الموضوع. انا عارف ان هو في ناس بتقعد تتريق وبتتكلم كلام مش مظبوط، ولكن في النهايه خلي اللي يتكلم يتكلم وخلي اللي يقول يقول. احنا دايما انا قلت لكم كلمه الحقيقه منذ وجودي هنا في قناه النادي الاهلي، قلت لكم من اخيرا يضحك كثيرا، هو ده اللي احنا عايزينه او هو ده اللي احنا بنفكر فيه، ازاي نصل الى نهايه المطاف ومعانا ان شاء الله بطوله كل جمهور النادي الاهلي ينتظرها، كل جمهور النادي الاهلي مستني ماذا سيفعل النادي الاهلي في هذه المباراه.